السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصدفية واحد من أكثر الأمراض الجلدية انتشارا حول العالم بنسبة انتشار من 1 إلى 3%. في بريطانيا وحدها 1 إلى 2% من العالم يعانون من الصدفية. اليوم راح نتكلم عن هذا المرض، تعريفه وتشخيصه وأنواعه، فابقوا ويانا. الصدفية هي عبارة عن التهاب مزمن متكرر يؤدي إلى أذية الجلد، يحدث في أي عمر لكن السائد هو بين 20 إلى 50 عاما، يصيب الرجال والنساء بنفس النسبة. سبب الصدفية غير دقيق بشكل واضح، لكن المعروف هو سبب مناعي بالإضافة إلى تأثير جيني. 50% من الأشخاص اللي عندهم مشاكل صدفية يعتقد انه عندهم مشاكل جينية على الكروموسوم رقم 6. الجروح ومكان الصدمات ممكن ان تنتشر الصدفية فيها ايضا، مثل مناطق حروق الشمس، مناطق الجروح او مكانات التهاب الجلد. 5 امور من الممكن ان تفيد في تشخيص الصدفية. اولا، في حالة العمر، الصدفية مثل ما ذكرنا ممكن تحدث في اي عمر، لكن في حالة الاطفال او كبار السن الصدفية عادة تكون نادرة. ثانيا، التوزيع، الصدفية عادة تحدث على جانبي الجسم، يعني مثلا اذا صارت الصدفية باليد لازم كلا اليدين تحوي على الصدفية. عادة ما تصير الصدفية بيد واليد الاخرى تكون سليمة. اهم اماكن انتشار الصدفية هي فروة الرأس، المرفق من العكس، بالإضافة إلى الركبة والمؤخرة بالوسط، بالإضافة إلى الصرة وفوق الأعضاء التناسلية. عادة اللي يميز الصدفية إذا صارت على المفاصل عادة تكون بالأجزاء الممتدة، يعني بالأجزاء الخارجية، ما يصير بالأجزاء الداخلية. يعني مثلا مرض جلدي اسمه الحزاز المسطح عادة يصيب الرسخ، يصيب باطن اليد ما يصيب ظاهر اليد. ثالثا، وجود الأعراض الأخرى. تختلف الصدفية عن التحسس والالتهابات الفطرية الأخرى إنه هي عادة غير مصحوبة بحكه. حالة من تكسر الأظافر ممكن تشمل أظفر واحد أو أكثر من أظفر إذا كان الشخص يعاني من الصدفية لفترة طويلة. 4، وجود القشرة، إذا كانت الصدفية من النوع البقعي أو من النوع اللي تصيب فروة الرأس فهي تكون عادة مصحوبة بقشرة، بينما أنواع الصدفية الأخرى أو الأمراض الجلدية الأخرى تكون غير مصحوبة بقشرة. 5، استمرارية المرض، في حالة الصدفية المرض يكون عبارة عن دورة من عملية تحسن لحالة الجلد ثم رجوع انتكاسه مرة ثانية، وهذه الحالة نادرة الحدوث في حالات الالتهابات الجلدية اللي هي إما تكون التهابات حادة أو قد تكون التهابات مزمنة مستمرة. الصدفية عادة تنقسم إلى عدة أنواع. أهم أنواع الصدفية اللي هي الصدفية البقعية اللي بليك سورياسيس، بالإضافة للصدفية اللي تصيب فروة الرأس اللي يسموها السكال سورياسيس. بالنسبة للنوع الأول اللي هو البليك سورياسيس، أهم مناطق انتشاره هي الرأس اللي هي تشمل الجبهة ومؤخرة الرأس، وعلى مرفق اليد والركبتين وأسفل البطن، بالإضافة إلى المؤخرة وفوق الأعضاء التناسلية. شكل البقعة يكون لون أحمر بقشور بيضاء ويكون له حدود واضحة من الممكن أن يغطي على لون البشرة الاعتيادية للمصاب. ممكن يصير الإصابة بمكان واحد وممكن يصير بعدة أماكن. حجم الإصابة ممكن يصير صغير بحجم النقطة، ومن الممكن أن ينتشر إلى مساحات واسعة من الجسم. القشور من الممكن رفعها بعملية فركها، وعند الرفع من الممكن أن يسبب ظهور دم بشكل نقط. هذه تسمى علامة أوسبيتس. النوع الثاني اللي هو التهاب فروة الرأس، السكالب سورايسيس، هذا يتدرج من التهاب بسيط من الممكن يكون احمرار بسيط في فروة الرأس إلى التهاب خطير يسبب تثخن في فروة الرأس
مع وجود القشرة وممكن يغطي الرأس كله. ممكن الحمار يتجاوز فروة الرأس ويوصل إلى حدود الإذن، وممكن أيضا يترافق مع تساقط للشعر. أكو أنواع أخرى أقل انتشارا مثل الرينيدروب سورايسيس، رينيدروب سورايسيس أو الجوتيت سورايسيس. هذا شكله يشبه قطرات المطر فإجى اسمه اللي هو رينيدروب. هذا عبارة عن مجموعة من الالتهابات مبعثرة صغيرة حجمها أقل من 1 سنتيم، عليها قشرة بيضاء خفيفة، يصيب عادة الجذع والأجزاء العليا من الأطراف السفلية. يحدث عادة هذا عند المراهقين بعد التهاب الفم واللوزتين، وهذا النوع ما يحتاج إلى علاج لأنه من الممكن أن يشفى بنفسه بعد فترة. النوع الآخر اللي هو الفليكسورال سورايسيس، هذا يشبه البليك لكن ما يحتوي على قشور، وينتشر بشكل غير منتظم في الانطواءات الجلدية في الجسم، يعني مثلا بين الأفخاذ وتحت الأبط. 50% من المصابين هنا يصير عندهم حكة. وكو أنواع أخرى من الصدفية نادرة الحدوث ما راح نتطرق إلها. إن شاء الله راح يكون عندنا جزء ثاني راح نتكلم فيه عن كيفية التعامل وعلاج الصدفية. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة.